نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبعثة الدائمة لمملكة البحرين حلقة نقاشية على هامش أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. الندوة سلطت الضوء على خطوات مملكة البحرين الدؤوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان وأهمية استحداث منصب المفوض لحقوق الطفل الذي يضع حقوق الأطفال ضمن الأولويات في المملكة استنادا للقوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. مراسلتنا في جنيف والتفاصيل. مجلس حقوق الإنسان المعقودة في الأمم المتحدة في جنيف، نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبعثة الدائمة لمملكة البحرين حلقة نقاشية استعرضت فيها استحداث منصب المفوض لحقوق الطفل ومساعي تعزيز منظومة حقوق الإنسان استناداً للقوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. نعتقد أن إنشاء هذه المفوضية هي خطوة حقيقة كبيرة وخدمة كبيرة الحقيقة في تعزيز وحماية حقوق الطفل على وجه التحديد، وأيضا هي ستكون تمشي في شكل متوازن مع الآليات المهمة الموجودة في البحرين الذي قد يعني أصبحت راسخة كاللجنة الوطنية للطفولة، كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الأخرى. كل هذه الحقيقة حتما بتصب في النهاية من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل. ويعنى مفوض حقوق الطفل بالقضايا التي تواجه الأطفال ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلة. نحن اليوم تشاركنا العديد من الآراء والمقترحات مع المشاركين الذين يمثلون ممثلي البعثات الدولية والممثلين المنظمات غير الحكومية المعنيين بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين الأمم المتحدة. كان اللقاء في الحقيقة جدا مثمر، حيث تم التبادل الكثير من الأمور التي تتعلق بتطوير الأدوار المستقبلية لمفوض حقوق الطفل، باعتبارها ممارسة وتجربة من الأجدى بها أن تكون ممارسة عالمية وتجربة يحتذى بها. نحن الآن في الخطوة الأولى من مشوار طويل جدا لتكوين هذا المنصب، لأن لتكوين المنصب نفسه أخذنا من تجارب الآخرين العالمية، لم نجد تجربة عربية أو خليجية لكي نجتر منها، وإنما يعني اليوم إحنا لما تسوين نوع من تسوين محلية هذا المفوض يحتاج إلى وقت على أساس يبتدي يشتغل بشكل جيد ويبتدي أن يكون مراقب صحيح. الحاضرون رأوا مساعي مملكة البحرين نحو تعزيز حقوق الإنسان في البلاد مثالاً فريداً في المنطقة العربية. تأسيس منصب المفوض جاء نتيجة الحوار بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، وقد استعرضنا توصيات بهذا الخصوص خلال الاستعراض الدوري الشامل. هذه المرة الأولى التي نرى فيها مفوضية لحقوق الطفل، ونأمل تعميم هذا المثال على الدول الأخرى في المستقبل. لقد أنجزت البحرين الكثير من العمل فيما يتعلق بالتعليم وحقوق الأطفال وتجنب استغلالهم، وهذه تجربة يجب أن يحتذى بها. الجلسة التي شارك فيها عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات الأممية والحقوقية شهدت إشادات واسعة من قبل المشاركين الذين تمنوا تعميم التجربة الفريدة لمملكة البحرين في حماية حقوق الطفل. تسعى مملكة البحرين لتطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وتأمين الحريات الأساسية له عملاً بالتشريعات والمواثيق الدولية، ويأتي الدور الفريد لمفوض حقوق الطفل كخطوة واثقة في مسار الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالأطفال، ولا سيما دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوقهم. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين.